قدمت النجمة ليلى علوي الكينج محمد منير خلال أول حفلات ليالي مصرية سعودية المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وكشفت ليلى علوي من على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا عن تعرض الكينج منير للإصابة بالكسر في اليد، وقالت: حظي حلو إني بقدم صوت ممتع وأصيل بطعم النيل، قدر يعيشنا جيل ورا جيل لأنه فنان متطور. وعلى الرغم من انه اصيب ووقع واتكسرت ايده وهو لسه جاي من المستشفى، لكن هيمتعنا لان هو اللي خلانا نعلي صوتنا بالغنى. واصر منير على احياء حفل ليالي سعودية مصرية وتقديم باقة من اغانيه المميزة على خشبة المسرح، منها علموني عينيك وانا بعشق البحر. ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، وتعالوا نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عن خطوبته وجوازه سابقا. تسببت الصورة اللي احنا شايفينها ديت للفنان الكبير محمد منير أثناء تسجيله لتتر مسلسل سره الباتع في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء الصورة وانقسموا حولها. وظهر منير في الصورة بجوار المخرج خالد يوسف والملحن وليد سعد، لكن لاحظ المتابعون أن الكينج يرتدي حذاء مختلف الفردتين، وهو ما أثار استغراب جمهوره. وانقسم الجمهور ما بين مؤكد أن الأمر مقصود وأنها موضة جديدة، في حين أكد البعض أن الأمر غير مقصود وأنه نوع من الخطأ من الكينج. أنتوا إيه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. منير وشهرته أحيانا. منير مولود 10 أكتوبر 1954، مغني مصري يعرف بموسيقاه التي يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي وكلمات أغانيه العميقة وأسلوب أدائه ومزاره غير الملتزم بتقاليد الطرب والمطربين، وبخاصة شعره النامي المفلفل بفوضى وطريقة إمساكه بالميكروفون. ده محمد منير ليه طريقة خاصة في الغناء، خصوصا مسكته للميكروفون كتير هلدوه. اسمه بالكامل محمد منير أبا زيد جبريل متولي، من مواليد قرية منشية النوبة بأسوان. تلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي في أوائل السبعينيات. أحب ممارسة الغناء كهاوٍ منذ الصغر، وكان يغني لرفاقه في الجيش. وأعلن محمد منير عن خبر زواجه على فتاة من أصل نوبي تعيش في باريس تدعى داليا يوسف بتاريخ 18 إبريل 2014، إلا أنها انفصل عن زوجته بشكل مفاجئ وصادم لجمهوره بعد أقل من شهرين من الزواج. دي داليا يوسف، مصرية من أصل نوبي، كانت عايشة في باريس، وده اليوم 8 2014 في أبريل 2014، ده أثناء عقد القران، ده صورة من وثيقة عقد الزواج. وهنشوف مين الفنانة المشهورة اللي خطبها بس ما اتجوزهاش. كما قالت الفنانة نجلاء بدر أن المطرب محمد منير طلب الزواج منها وقابل والدتها لأن والدها كان خارج البلاد، ولكنه انسحب قبل كتب الكتاب مباشرة. دي نجلاء بدري، لم يكتمل الزواج. الفنانة نجلاء بدر مولودة 20 أبريل 1974، إعلامية وممثلة مصرية، ودخلت عالم الفن منذ زمن قديم، حيث شاركت الفنان سمير غانم في فوازير فطوطة والتي كانت تذاع في التسعينيات وأواخر الثمانينات، وأنها شاركت معه في العديد من الاسكتشات الغنائية داخل الفوازير، وأنها تكن كل الاحترام لمنير وسعيدة بنجاحه لأنه رمز كبير لمصر. وأضافت نجلاء بدر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج بوضوح مساء الاثنين 23 مايو 2016 أنه في حالة الارتباط بمنير فالعلاقة محكوم عليها بالفشل لأن فارق السن كبير، كما أن طبيعة الحياة بينهما مختلفة، مشيرة إلى أن محمد منير طلب منها في حالة الزواج التوقف عن العمل، وأنه غنى لها أغنية لما النسيم وأنها سعيدة بذلك جدا. هنا لما كانت صغيرة مع سمير غانم في فوازير فطوطة، دي وهي صغيرة وهي كبيرة. دي نجلاء بدر مع والدها وهي في سن الثالثة من عمرها.
وهنا في سن 10 سنين جميلا وهي صغيرة. ما تمش الزواج بينها وبين منير. اضطر النجم محمد منير إلى الغناء جالسا على كرسي على خشبة المسرح الكبير الجمعة 1 نوفمبر 2019 في افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بسبب إصابته بانزلاق غضروفي. هنا وهو قاعد على الكرسي وهو بيغني ربنا يعوضه بالسلامة. صعب طبعا انزلاق الغضروفي، يبقى فيه ألم كبير ربنا يشفيه. وأهل دار الأوبرا الكينج فيلما تسجيليا عن مشواره الفني قبل بدء الحفل الذي بدأه بأغنية يا ليل عودي تاني. وقال الكينج خلال تكريمه: قد شرف بمهرجان الموسيقى العربية أحد أهم وألمع المهرجانات، وفخور بأني واحد من جيل بدأ الأغنية الجديدة. محمد، وقد فوجئت الفنانة نجلاء بدر في أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو الريسي في البرنامج بوضوح بخطيبها محمد عفيفي رئيس إحدى الوكالات الإعلانية يدخل للاستوديو خلال تسجيل الحلقة ويقدم لها خاتم الخطبة. كانت مفاجأة غريبة. وطلبت نجلاء بدر إيقاف التصوير لكن الليسي رفض وطلبها بتسجيل اللحظة على شاشة الحياة وإذاعتها في كواليس الحلقة. هنا هو بيلبسها خاتم الخطبة. محمد عفيف هنا مع عمرو الليثي أثناء الحلقة. وعقدت الفنانة نجلاء بدر قرانها على رجل الأعمال محمد عفيفي بحضور عدد من النجوم والمشاهير في فندق مينا هاوس، وظهر في عقد القران طفل تصور مع العروسان في أغلب الصور. طبعا تساءلوا رواد التواصل مين الطفل ده اللي هو متصور معاه في أغلب الصور. هذا الطفل هو ابن العريس محمد عفيفي من زوجته السياسية والإعلامية المشهورة نهال عهدي، والتي انفصل عنها قبل الزواج من نجلاء بدر بسنة. بعد سنين زواج أنتجت الطفل هو يوسف. دي نهال عهدي زوجته السابقة، ده ابنه يوسف. نهال عهدي من السياسيات والإعلاميات المعروفات في مصر، وكانت قد ترشحت على قوائم حزب الوفد لانتخابات مجلس الشعب، وشغلت منصب نائب رئيس أمانة القاهرة وعضو لجنة الإعلام بحزب الوفد، وتكتب مقال أسبوعي بجريدة الوطن، وإليكم صور لها. دي نهال عهدي طليقة محمد عفيفي اللي اتجوز نجلاء بدر. نرجع لمحمد منير. هو أول مطرب مصري يحتك بالغرب موسيقيا بأسلوب مباشر من خلال سفره لألمانيا عام 86 وغنائه مع فرق موسيقية هناك. منير المطرب العربي الذي حصل على جائزة السلام من قناة CNN عن ألبوم الأرض السلام. تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وأثناء أو بعد دراسته استمع إليه زكي مراد الشيوعي النوبي، فأوصى عبد الرحيم منصور الشاعر المعروف آنذاك بالاستماع إليه، وكبرت الدائرة لتشمل أحمد منيب الذي لم يكن أحد قد سمع به. فأخذ في تدريب منير على أداء ألحان وألحان غيره النوبية، ثم بدأ في الاستعانة بكلمات معارفهم من الشعراء عبد الرحيم منصور وفؤاد حداد. كانت البداية الحقيقية بانضمام الموسيقي هاني شنودة الذي أضاف للمجموعة كثيرا بألحانه وتوزيعاته غريبة الطابع، بل أنه جلب أعضاء فرقته الحديثة وقتها فرقة المصريين ليرددوا ويعزفوا أغاني الألبوم الأول الذي لم يصادفه النجاح، وتلا ذلك ألبوم من إنتاج نفس الشركة التي اقتنعت بتلك المجموعة والتي أدى شنودة إليها بيحيى خليل وفرقته. فنجح الألبوم وتبعته نجاحات متتالية في ألبومات نتاج لتعاون كامل مع فرقة يحيى خليل وملحنين وكتاب شباب وكبار، وتنوعت التجارب وأصرها اتجاه منير للدراما وإشراك فرق غربية أيضا، والغناء بلهجات شامية وسودانية وجزائرية في خضم ما عرف بموسيقى الجيل وخلطها بين القوالب. كان منير على موعد مع كاميرا يوسف شاهين حيث شارك في 86 في فيلم اليوم السادس مع الراحلة داليدا، وشارك أيضا في نفس العام في فيلم الطوق والأسورة مع شريهان للمخرج خيري بشارة، وكان فيلم المصير هو التعاون الثالث بين منير وشاهين
وأنتج الفيلم عام 97 وشارك الفيلم في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى الـ50 لمهرجان كان السينمائي، وقدم منير أغاني الفيلم في ألبوم حامل اسم الفيلم ومن أهم أغنياته علي صوتك. من الألقاب التي أطلقت على محمد منير لقب الملك، نظرا لتمثيله في مسرحية الملك هو الملك من تأليف الأديب السوري. وإصدار الألبوم يحمل نفس الاسم ويضم أغنياته التي غناها خلال هذه المسرحية السياسية، وملك الغناء جوهرة مصر السمراء صوت مصر ابن النيل. أطلق عليه صوت مصر وابن النيل وحدوتة مصرية ومطرب الثورة وبوب مارلي الشرق. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. شكرا.